والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر، معكم المراد الحقوقي الأشعري عبد المنعم. نحن الآن في ساحة التحرير قرب بمدينة، وكنحتجوا على هذا الغلاء اللي كيعيشوا الشعب المغربي من فاتورة الكهرباء، وكنضمنوا مع جميع المواطنين على الغلاء الكهرباء. وتحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر من طنجة إلى القويرة، وشكراً.